تفضل انا كلمني انا اللي طوعت رحت وياه انا المغفل اللي خليته يسبح يما يا ولدي يما يا احمد مبارك تحرك اسمك بدر بدر ولادي بدر اهدي اهدي يا اختي الله عداك اهدي بس الله عداك اللي صار كله مجرد اقاويل ماكو اثبات اي اثبات اللي تقول عنه انت مو تقول رحت نفس المكان اللي كان يتسبح فيه وما لقيته ايش اثباته بعد يما يا ولادي مبارك مبارك الله يهداك شل حجي هذا فشلتني الحين انا بالله اسكت ساره ولا سكتك خليك حبيب ابا عليك بس انا من رايي نروح نبلغ ونعلم الشرطة أحسن تبلغون الشرطة تبلغون الديرة كلها مالي شغل أنا بولادي ييني أبي أشوف أحمد ونفي يعني ورا لا حول ولا قوة إلا بالله زين هو كم عمره؟ عمره الله يخليه يا لك عمره 10 سنين بزر 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 10 سنين بدر اشبابه بدر ما شاء الله بدر 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 قول له يا بدر ما اقدر اتعجى قول له يا بدر قول ان شاء الله ان شاء الله بس انت اهدى علشان انا اقدر اقول احمد ان شاء الله ما في الا العافيه انت اهدى انا اقول له عنوان البيت جنب المزرعة اللي فيها سدرتين المزرعة اللي فيها سدرتين على العموم يا جماعة احنا راح نجري البحث عنه ونبلغكم ان شاء الله ما في الا الخير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صبي عطنا شاي. على النار شنو كافر؟ خلاص عطنا شاي خلاص. قلنا لك على النار لا تزودها عاد. اوهو. لو سمحت. يبا عزلنا ما نقدم طلبات. خالي بدر وينه؟ أحمد؟ إيه أحمد؟ إيش فيك؟ أحمد سويت فينا يا يبا حبسنا حسنا يا يبا الحين تلقى بيتكم معتمس فوق تحت خالي بدر وينه؟ خالك بدر يا يبا عقب ما يالح بيت صبيكم وقال أنك غرقت اعتفس الرجال انت صدق غرقت اسكت عمي
سكت انا سكت. انا بغيت اتغشمن مع عميد سبينه. اي عميد عميد الخبل صبيك بي وبعدين. بس لكن الله ستر بغيت تصير صج. بغيت تغرق صج؟ هذه من شطانتك من شطانتك يا يبا. الحين يبا روح 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 حق هلك قبل لا تكبر السالفه. روحي بروح الحين امك تحاتيك وابوك يحاتونك. روح روح عشان الله يهديك. روح يا يبا. هد عليه خل ابرد قلبي فيه ليه ملعون الصين شو تبرد قلبك يا شيكت غيرك غالتك ولا تتغلب. خلاص عاد اللي صار بارك خلاص عاد اللي صار وانتهى. تخرع الولد علينا خليك حبيب وهو اللي سواه شويه اللي سواه يا بدر. خلاص قول له اتوب. توبه يا ابو والله العظيم توبه والله توبه. خلاص بس ايه ملعون الصين ملعون الصين على سالمه. خلاص بس الولد حرم خلاص. بحلي. صريح بس تعال. وين عبيد عبيد وين هو بيع عبيد. تني انا قاعد الهس مثلكم. وين عبيد؟ وين دزيت المخفر يبلغهم؟ تبي شيء؟ ابي ماي نشف ريجي. الله نشف ريجي ابليس. نشف ريجي قرت عاند. شنو هذا؟ شنو ايش لزوم البكي؟ بعد ولدك ورجع، ايش حق البكي؟ ايش اسوي يا وغي غصبا علي اولادي؟ ما تلمن ضبحني انت وضاق جبدي. خلاص ها يلا يا زلمه صر عدمي. صفف ضحك، ايش حق ضحك؟ ذبحك انا ابوك ذبحك هذا. اي والله خليك حبيب. يلا عاد بس خلاص عاد طاح الحطب الولد. حرم الله يهديك حرم بارك. خلاص يلا قم حب راس امك وابوك. اول امك يا حبيبي يبا والله تم والله السلام عليكم. ها ابوي اخرتك. عليك السلام. لا كلا واحد قرت عينك. سالفة خز شيك الزبون بلا زبون شيك زبون حبيب. اي حبيب الا دعله. صدق لو ما جيت الحين كان ما حطه بهالقلم. صار له ساعه من رحته وانت وجاي ولد اختك رد هني ها وهو يشرب هالسكان الشاي يشفط فيها. احد يشفط شاي هالبيالة ما خلصت وكل ساعة طالب ماي رايح ماي جاي. ليش ان الماي ببلاش؟ طلع شارب الحين 4 لوكات. لا ول هذا بركة عبرك. زين انا اترخص يا اخوي. وين ابوي؟ توني شايفينك يا ابن الحلال. هذا حرق اعصابي وانا بروح اشوف مصالحي. من اليوم انا قاعد هني. الله يعطيك العافية ما قصرت ابوي. حاضرين يبا. لا تنسى تاخذها وياك. ماي تفضل. انا الحين سادس قلاص اشربه. الله يعينك اذا هذول زباينك ما تعيف على قهوتك. خالد الخبل ابرك. ماي خلص اول استكانة الشاي وبعدين اجيب لك ماي. ماي ول ادلف بس زين ادلف يا لو سمحت. نعم تعال شوف استريح امي شوي. ما تعلمني بالله ايش سالفتك؟ انا ايش بيني وبينك؟ بيني وبينك طاوله وكراسي. انت احج وتكلم ترى روحي واصله خشمي. انت من فاتح قهوه عشان تترزق؟ بلى بس خلاص روح جيب لي شكر. شكر؟ اي شكر ايش حقه؟ عشان اصير حلو. شاي مر بعد شحقه؟ شاي مر؟ الحين عقب ما شفطت ربع الاستكانه صار شاي مر؟ لحظه ايش تبي؟ صبر انا شرب له شاي. ها؟ شربك بعد. عدنا حلاوه
كش. شوف 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 ابو احمد شوف، انت كنت معارض مشروع القهوه، ان غلبتك معناها مشروع القهوه عاد زين. قول لك حق علي عاد انا حق عليك تخربط علي ايه، وان غلبتني معناها مشروع القهوه خرطي، ومن حقك تطلب اي شيء تبيه. تبيني ارد القهوه اقلبها قصاب، اقلبها شاوي، اللي تبي تحت امرك. يلا عاد العب. شنو؟ لا لا عاد ابو احمد لا عاد بس جوز كذي عاد العب عدل. يا كاني قاعد تلعب؟ وين قاعد تلعب الله يا دام؟ هيك انا اقول لك هذي كش كش شيخ، انا بطلع شيخ باكل بطلع شيخ. ها ها كذي اطلع شيخ الله يا دام. تدني هني وتروح تحرك حطبه ثانيه. ما يصير يا ابو احمد كذي. يا احنا انت كل شيء عاد تقعد تسوي روحك كذي كله تخليني اغلبك. ما يجوز يا اخي، غلبني مره ما زعل. وش فيها عاد؟ ايش فيها يا بدر؟ ما فيها شيء. لا قربت حق اهلي وجماعتي مشينا. اوه يا ابو احمد يا ابو احمد، خليك حبيب خليك حبيب يا ابو احمد. يا يبا احنا قاعد نتسلى، قاعد نتغشمر، قاعد نستانس. يا لا تقربها جد. يا حتى بالدامه بتضحي. بدر انا هذا طبعي، ما احب اغلب احد. ما احب اغلب احد. يبا تدري شلون؟ خلاص بطلنا. الغلبة سهلة ما نبيها، نقعد نسولف أحسن. توكل على الله. إي إيش رأيك يا حبيب؟ ولا أقول لك نشرب لنا شوية؟ أنت زاهد زاهد على الدول. هذا الله يوم جاي أنا مجهز لك. أنا شاي مسوينا على الفحم مخدر. إيه مو مثل شاي البيت مسوينا على العسل. تدري شنو العسل؟ يعني السحر. حياك حياك حياك. ما قلت لي يا ابو احمد؟ قلت حق ام احمد انك بتسافر؟ لا والله لا. بيني وبينك يا بدر بالي مشغول، ماني عارف شلون اقول لها بروح. ومو مايل عليني اروح واخليها. واللي زاد الطيب الا هالولد وتصرفاته. يا بارك الله حقك، ايش هالكلام هذا؟ باكر ان شاء الله احمد يكبر ويروي عقب. ايه باكر باكر بعلم الغيب يا بدر. انا ابي الحين الحين اشوف الرجال، رجال عليه معتمد يقوم بهلا وفي البيت الحين ابيه. ولا باكر باكر بعلم الغيب وما حد ضامن عمره. بارك بارك علامك، خليك حبيب الله يعافيك. بس اللي يسمعك تقول هالكلام يظن انك بتهاجر للابد. يا اخو انت اساسا لازم تسافر، حدك ما تطول اكثر من شهر ولا رديت ان شاء الله تفرغ لاحمد ووجهه بالطريقه اللي تبيها وعلمه. وبعدين احمد احمد يلا خير بذرته طيبه بسرعه يتاثر بالنصيحه وفعل الخير. الله يكتب اللي فيه الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام يا هلا ومرحبا. زين عيل انا ترخص اخليك جابر شغلك. وين يا الله يحفظك. بس يا ابو احمد تو الناس قاعد توسع صدرك. مو انا هم وراي شغل ضروري لازم اروح اخلصه. يلا مرصد مرصد. حياك الله حياك الله. امان الله امان الله عزيز وغالي. حياك ابو احمد حياك الله. شفت يا الله هذيك على بنات الدون تبكين؟ يوم اقول لك انك بتسافر تكذبني. أنا ما كذبتك هيبة، ما كذبتك، لكن أنت تقولين بتسافر ولا بتروحك بيت مرتك الثانية الله يهديك. أنا لو عندي مرة ثانية إن كان وديت الأغراض هناك عندها. أنا ما جبت طاري السفر. ليش ما قلت لي إنك بتسافر؟ كل واحد يبا، هذا أنا الحين قلت لك. لا مو كل واحد، لو إنك معلمني كان ما تضايقت كذي. ترى والج
نسيتك كل مره قبل لا اسافر شو تسوي؟ ما تقعدين تبكين الليل مع النهار وتحلفين علي ما اسافر؟ شو اسوي؟ والله مو بيدي غصبا علي. وفكرك يا ساره يعني انا هايل علي لي اروح واخليكم. لكن حتى انا هم غصبا علي. ليش تغصب على روحك يا بعد عمر؟ اذا كان قصدك انك تروح علشان تجزين الزود، احنا الحمد لله والله مو ناقصنا شيء. سارة، الواحد ما يفكر بيوم اللي هو عايشة، لا، المفروض يأمن مستقبل عياله وعيال عياله، وهذا ما يجي بالسهل، ما يجي إلا بالتعب وتعب متواصل. يا سارة، أنا لو عندي ولد عليه المعتمد عهود ولا أهل، أدري إنهم بيبارونكم عقب ما موت، إن كان هانت السالفة. لكن لا، شوفت عينك، أحمد سفيه هو بروحه يبي له مراعاة، وأخوك بدر ريان على قد حاله يلا يعيش نفسه، وأخوي فهد الله يسامحه ما عرفكم وأنا حي علشان يعرفكم عقب عيني. بعد عمر طويل إن شاء الله يومك قبل يومك مبارك، عساك بخر لنا. الله يسامحك يا فهد. تدرين يا سارة، كل مرة أحدر فيها الكويت أمره أحاول فيه أنه يعد الراية ويسامح، لكن أبد، عمك أصمخ ماكو فايدة أبد. كل هالسنين هذه وللحين شايل بقلبه. الله يسامحه، عنيد وراسه يابس. تذكر بيش لستين إيش كثر أذانه؟ الله يسامحه. تدرين شو يقول آخر مرة يوم مرة فيها؟ يقول لي إذا تبي نرجع أخوان وأنت عضيدي وأنا عضيدك، طلق سارة. أنا عارف طايع فيني من زمان قبل أن تزوجني. هين عاد هين، شوفي لو يازنونك ذهب ويقولون هدها ما أرخص فيك أبد، ما أرخص فيك بذهب الدنيا كله، لا واللولو بعد. جاي بسم الله عليك، بسم الله عليك، على زبون ينبح بسم الله عليك. شنو الواحد يقول جاي شاي جاي أبو بدر؟ كنت شفيك أنا ناقص على مينة، بغيت أطيح على وجهي يا بدر. أحاجيك أقول لك سليمان بعدين، أنا ماني فاضي الحين، بس حاجك شوي. يا سليمان عاد لا تصرح الدعلة، خليك حبيب المشغول لا يشغل. حاضر يبا، طلبت حقك، أنا بقعد هنا عشان لا تهاوشني وتحمق علي. ونشرب شاي بعد. أخ بدر ماني فاضي. بدر ماني فاضي. يه بدر ماني فاضي. يه إذا لي ما أنت فاضي، والهاد ما أنت فاضي، والذاك ما أنت فاضي، أبعرف شنو شاغلك؟ ما أنت فاضي حق هاد؟ يبا أنا على شرف حق هاد وهاد وهاد، امهلوني بس أنتوا شوي، امهلوني خلكم حبيب، وأنا إن شاء الله طلباتكم كلها تتنفذ. شاي تبي شاي؟ حبيب ما أنا فاضي. يا وبعدين معاك؟ أقول يا بدر، ترى يا أخوي تصرفك هذا مهو بعدل، أبداً مهو بعدل، ترى الناس بيهدونك بيمشون عنك. إيه مو شو أسوي
الشغل صار وانا جد متعب، ما اني ملحق عليهم بروحي. زين تبيني اساعدك؟ اي والله تسوي معروف يا سليمان. اي والله عندك شوف الاستكانات مغسوله زين، والصحون مغسوله وجاهزه، والاقباش مغسوله وجاهزه، بس عليك تصب الشاي فيها. يلا يبا جايك اخوي، جايك جايك، لا تستعجل. روح روح شوف الزباين، روح. حيا الله من جانه، حيا الله من جانه. حط شكر. بسم الله الرحمن الرحيم، انا حاط شكر. زيد زيد. شاب. بعد امر. يبا لا تصير بخيل، زيد. زين شدي؟ الله! ايش هالشاي الحلو؟ حبيب. كفو كفو، الله يعطيك العافية، تعبتك معاي. أفا عليك يا بدر، تعبك راحة. شوف شيء في مصلحتك أنا حاضر من عيون الثنتين، المهم أنك تستفيد. حبيب حبيب، إلا مساعة ما قلت لي إيش بغيت فيني. ياه أنت أصلا ما أعطيتني وجه. أنا بيني وبينك وأنا جاي تفاجأت بالزباين، قلت ما شاء الله كل هذيل عند بدر إلا أبارك لك. الله يسلمك إن شاء الله، الله يسلمك. شوف شوف جاء كلامي، تتذكر يوم أقول لكم ان القهوه تكسب؟ ما صدقوني ما صدقوني، لكن الحمد لله. شوف الحمد لله، الله عطاني على قد نيتي، نيتي حبيبه حبيبه الحمد لله. شوف بس الزباين، تفرج تفرج. تستاهل تستاهل، ما شاء الله مليانه هالقهوه. الحمد لله. الحق يا بدر بدر، هذا مشى وما دفع الحساب. اي لا ما يخالف، خليه يروح خليه يروح. شو خليه يروح؟ بدينا يبا انت شنو تكد عليهم؟ لا مو انا اليوم مسويها بالمجان. يبا خير؟ حلوة. حط بالك على الطاسة تهل عقيلي. ان شاء الله عمي. استريح وانا ابوك ابيك بكلمة راس. خير يبا. استريح استريح قاعد. أحمد وأنا أبوك أنا ماشي الحين، أنا ماشي ومعتمد على رجال عندي هني بالبيت يحط باله على أمه، يدير باله عليها. صير عاجل وأنا أبوك، وهلا هلا بالوالدة، لا تأذيها. أبيك تصير عند حسن ظني فيك. لا توسع حرس يبا، إن شاء الله تشوفني دائما عند حسن ظنك. كفو والله كفو كفو، هذه العهدة وأنا أبوك، هذه العهدة. زين انا نسيت اسالك، ايش كثر باجي على المدرسه؟ ايه باجي على المدرسه كذي حوالي 3 ايام. شفت شلون؟ شفت انك منت منتبه حق مصلحتك، ولا انت عارف شيء عنها؟ شلون ماني عارف يبا، الا متاكد. متاكد وانت تقول حوالي؟ لو انت متاكد شان قلت جزم 3 ايام. معك حق يبا، انا غلطان. انتبه لنفسك وانا ابوك، انتبه لمصلحتك، لا تضيع مستقبلك بدينك. لا شك ان اللعب يونس، لكن مو على كل حزه. لا زاد عن حده انقلب ضده. واللي ما يفيد نفسه ترى وانا ابوك ما حد يفيده. امرت بخير يا يبا. ان شاء الله تلاقيني عند حسن ظنك. اكيد اكيد اكيد، رجال ما شاء الله رجال. عمي جهزنا كل الاغراض. بارك الله فيكم. عبد الله وين فيه؟ عبد الله راح يودي الاغراض بالمحمل. خير، اسبقني وانا جاي. ان شاء الله عمي. يبا انت تسلم على امي؟ سلمت عليها وانا ابوك، سلمت عليها. يبا متناس جاي بس يا حبيبي، بس عليك انت رجال رجال. اصبر علي يا يبا، اصبر علي. يلا فهم الله. زيد وانا ابوك انا الحين داش البحر وما ادري ايش كثر اغيب. انت بمكان نفسه هني، انت وعبد الله، حط بالك على البيت. ها ان شاء الله عمي. يلا فهم الله. مع السلامه عمي، مع السلامه. لا 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 يا ساره، لا لا لا، ترى غلط اللي تسويه بنفسك، لا غلط. يعني ايش تبيني اسوي؟
تبيني اقعد اضحك؟ اي ليش ما تضحكين؟ انت حبيبه. روح روح واللي يرحم والديك بدر. اروح؟ وين اروح؟ ايش دراني عنك؟ الحين انا بفهم الحين مبارك اول مره يسافر بمحمله من خلاته هو كل سنه يسافر يا يسافر تبكين يرجع تقول شيء يرجع تروحين يضحك شنو هو يرجع تضحكين يروح ما يشنو تبكين يقعد تضحكين خل وطيني الله يهديك حسبي الله على ابليسك بدر هو العظيم مسختيه يا سويره مسختيه ذبحتيني يا الحين مبارك له من سافر اربعة ايام وانت لبحه على قلوبنا كدرتيله تعالي سويره اكلي مالي خلق تعالي سويره سولفي مالي خلق تعالي قعدي مالي خلق اوقفي مالي خلق مالي الحين اقوم واعلقك بالقطره هو بدر جنيت انت يا شو اللي صار لك خلق ذبحتيله كدرتيله ما صارت سويره ذبحتيله يا ايش فيك انت يا معوده ما يصير كذي ارحموني انا ما يجوز هالحكي الحين انا قهوتي ما نقدر اتعاملها الزباين لطوا شاي لهني اغرقوا شاي خسران انا يعني قابل اخسر كل شيء بسبتك عم بدر ايش عندك معي سليمان يبيك عند الباب سليمان يبيك عند الباب لا انت حبيب ولا عمتك حبيبه ولا مبارك حبيب انا بس الحبيب عمتي خير زيد علامه عمي كذي يصرخ علي ايش دراني عنه والله ما ادري ايش علامه ها سليمان خير جاي من البيت خير بويهك يا بدر شلونك شنو شلونك جاني عشان تقول لي شلونك والله ما ادري ايش اقول لك سليمان ايش فيك ايش عندك هو ابو احمد ابو احمد ايش فيه لا ماكو شيء بغيت اسالك عنه بس انت ما عندك سالفه تسالني عنه وانت تدري انه مسافر صار له اربع ايام ايش فيك انت يا ايوه ايش فيك يا سليمان خليك واضح لا حول ولا قوه الا بالله يا علمني سليمان انت سامع شيء الحقيقه يا بدر انت لما قلت لي ان ابو احمد وافق يمر الجماعه في البحرين اللي انا شاري منهم الاغراض علشان اسلمهم البيزات دزيت لهم برقيه وبلغتهم بهالشيء لكن تفاجأت اليوم وصلتني برقيه منهم يقولون ان ابو احمد للحين ما وصل زين البرقيه هم من متى دازينها مده يوم والطريق مني للبحرين يقطع ابو احمد بالمحمل بيوم وليله انكثر يعني المفروض يكون ابو احمد وصل لهم لمده يومين الله يهداك بس يا سليمان يا سليمان خليك حبيب شو الحكي هذا يعني الحين ما يصير ابو احمد وصل البحرين وبعدين تاخر عند جماعه مرهم يعرفهم ولا مثلا الريح عاكست المحمل وهو بالبحر ما يصير يعني تاخر على جماعتك لهالسبب ما يصير والله يا بدر كل شيء جايز كل شيء جايز للحين ما نمت يما تو الناس يما واذا تآمرين انام ما في مانع لدام تو الناس بقعد معاك شوي قاعده بداري ضاق صدري قلت اروح عند احمد حبيبي اقعد اسولف معاه شوي هذه الساعه المباركه قعدتك ما تنمل بعد عمري تصدق احمد كل ما اشوفك قاضب هالدفتر وقاعد تذاكر ينشرح صدري وانسى ان عندي اي هم وانا شلي مخليني مجابل دروسي غير عذر رضاك ورضا ابوي علي اي الله يذكرك بالخير يا ابو احمد لو هو هني ويشوفك كذي مجابل دروسك ومهتم الفرحه ما راح تشيله على طول يحضر الكويت وما يخلي شيء الا ويجيبه لك اوي اصلي الله يسلمك حتى بالوقت اللي كنت مقصر فيه ما قصر عني في شيء مدللني اكثر من اللازم
نسيت، قول لي سويت في المدرسة اليوم؟ اليوم صكوا علينا صكة يما، مو تدرين عقب عطلة صغيرة امتحانات تقرب. عاد أحمد أنت يا حبيبي قدها وقدود. أبشر بالخير يما. إنزين حبيبي، أنا أقوم أروح داري وأخليك، أخاف تبي تذاكر ولا شيء. لا يما عاد تكفين قعد شوية، ترى أنا مستانس من قعدتك. حبيبي أنت. السلام عليكم. هلا 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 بسليمان، هلا بالحبيب. الله جابك خير. شنو بعد خير؟ أنت مساعدني. لا يبا أنا مجنون، مجنون أسألك على خراب بيتك ودماره. إيش قصدك؟ شنو إيش قصدي؟ ذاك اليوم تكرفني وتحرقني حراق، أنا ريال تاجر عقارات، عندي مكتب هادة، آخرتي أوزع شاي حق ناس يشربون بلاش. وعليك بس ما عليك زين، ذاك اليوم كان حركة حركة بس كذي علشان أجر الرجول ومخليهم كل يوم يجون. يعني اليوم يدفعون بيزات؟ إيه، هذا بعد يبيلها بعد سؤال. الله يهداك الله يهداكهم، بلوشي سويناها مرة عاد مو دوم. إيه دام كذي أنا خلاص جاهز، شو المطلوب مني؟ أنا تحت أمرك. أبوي مثل العادة الاستكانات جاهزة مغسولة كل شيء، بس تصب فيها الشاي وتحط فيها شكر. زين أبوي على هالخشب تحت أمرك يا الحبيب. حبيب بدر تكفى يا بدر، لا تعلقني تكفى. أنت كل يوم قاعد تقول لنا تهيفي من سالفة عنتر، تكفى قول لنا ياها بدر. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. استاهلوا لف عليكم ولا يهمكم. المهم وين وصلنا بقصة عنتر؟ أي أنت قلت لي وين وصلنا؟ لما عنتر تل سيفه كان يروح البحر، كان يدش يدش داخل البحر، يدش يروح لا كان يوقف على اسكله. كفو كفو على اسكله. حبيب حبيب مثبت. ما شاء الله عليك. عنتر رايح حق الاسكله. انت خلينا نكمل. تدرون عاد ان 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 عنتر عاد يحب حبله، وحبله زالقه من فوق الاسكله طايحه بالبحر، ما يصير يهدها. زالقة من فوق الاسكلة. ليش عنتر عنده حصان ولا لنج؟ عنتر غواص تدروني. عنتر غواص. المهم انه عنتر لما جاي يطب علشان ينقض عبله ولا صفوا على الرقاعية، وكل ما جاء لرقاعي حكه بالسيف. الله يجاب يطب، كان يجي لرقاعي ثاني كان يقوم عنتر ويحكه هكه كفو. يستاهل على الحكه هذه. يبي له شويه يبي له شويه. يبشر يبشر يبشر. زين كان يجي له رقيع ثالث ويحكه هكه. حلوه حبيب. هذا منو؟ منو الرقيع اللي قال حكه؟ اي الا هذا يستاهل ما غيره. اي 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 ابو انور يستاهل. المهم 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 شلون المهم ايه حك الرقاعي سطرهم عنتر، كان يقوم يطب البحر عنتر ويقعد يغوص يغوص بين الصخور يدور عبله، وطبعا على الطريق يدور بحار. ايه لان ايه المهم شو تقول انت على واجب شو يعني انت. المهم المهم ان عنتر بالاخير قام يغوص ويغوص ويغوص بس خلاص. لا 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 يا لا 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 شنو عند البحر وبداش ينقذ عبله واسكله وما ادري شنو اخباره هذي؟ ليمان انا متعمد اقول لهم كذي، وانا لازم احرف بقصه عنتر. تدري ان قصه عنتر معروفه الكل يعرفها، واذا ما حرفت لهم هالقصه ما يجوني. انا متعمد اشوقهم علشان كل ليله يجوني هني. فهمت الحين السبب؟ ايه فهمنا، واذا فهم السبب بطل العجب. اقول مدام الحين مدام الله انعم عليك ابوي بالقهوه الزينه ما شاء الله مبين عليها يعني مردودها زين، وان شاء الله تدر عليك بالخير، بعد ما يبي له هالشيء اللي كان موقفك عن الزواج ترى والي زال طاح. ها ادور انا غلطان يا سليمان؟ يا سليمان لا تستعجل الامور، خلنا نكون نفسي اول. هالحكي
15 سنة تكون نفسك؟ ما صارت هذه؟ يا للقد سليمان حبيب حبيب، وانا كاذب، انت بنفسك شايفني كل ما دشت بمشروع قاعد افشل، اجي مشروع ثاني افشل، وين تبيني اثق؟ يا تبيني اروح اتزوج وحده واقعدها معاي؟ اي ما يصير، غير اكون نفسي اول. يا بدر يا حبيبي، انت حبيب حبيب، لا تخليني تصير عاد كلش حبيبي. هالقهوه اللي انت قاعد فيها مع هالقصص الحلوه اللي تقولها، عنتر داش البحر وعنتر ما ادري من وين طالع من الفنطاس وعنتر عنده حضره، صدقني بعد قصه قصتين وهالقهوه تعمر ما شاء الله. هلا وادم داش طلع عليك، يعني بيطلع لك ماكو اردي زين. وبعدين انا يا بدر شايف لك بنت حلال زينه، الاهل شافوا لك بنيه حلال، لكن يقول لك باسيه فريجنا باسيه، تقول حق الفسكر وحري وانا قاعد مكانك، وصراحه ترقصها لك حرام يعني تروح منك. يعني لك يا سليمان الحبيب لهالدرجه حلوه؟ يا الاهل يقولون عنها باسيه، تقول حق الفسكر وحري وانا قاعد مكانك، قمر قمر ما شاء الله عليها، الله يسر عليها. بعدين فوق هذا انها ربت بيت درجه اولى. اه الله يقطع بليزك يا سليمان. ذكرت بشيء ناسي من 15 سنة لين الله يقدرني عليه. أفا عليك بس روح توكل على الله وأنا وياك، يا أبصم لك بالعشرة شغلك، شو شد قهوتك زينة وإن شاء الله الله يبارك لك بالزواج. آخ إن شاء الله لدام على قولتك كذي، خلاص باشر نروح نمرهم، يلا يبا عاد نقعد نستريح. أقول نقعد بس مو تقولي سوالف عنتر. الو نعم اسمعني شويه، محمل راكس بالبحر وتم العثور على جثتين وما عرفت وين المحمل من له. ايه لحظه اتضح ان المالك مبارك احمد العبد الله. بعد سؤال بعض اللنجات ومعاينة المحمل تم البلاغ، إن شاء الله نبلغ صاحب المحمل أو من ينوب عنه من أهله علشان يتعرف على الجثتين. تم البلاغ. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا أخوي. أخ بدر خويا للحين ما جاء وقت استقبال الزباين. وانا ايش علي من الزباين؟ انا ماني جايك زبون. حبيب الامر مبارك احمد العبد الله هو يقرب لك. مبارك احمد العبد الله؟ اي نعم نسيبي هو خير. والله نعم تفضل معي وتعرف كل شيء. يا معود علمني اول، انا خضيت بصراني ايش صاير؟ يا رجال علمك على شيء انا متاكد منه، ماني متاكد منه شلون ما يصير. تفضل معي ما في الا خير، تفضل معي. تفضل معك. زيد يا زيد يا ربي هذا وين يروح؟ زيد. نعم عمتي. نعم امري. زيد وين فيه؟ زيد طال عمرك طلع ودي احمد المدرسه لحد الان ما رجع. ما يوز هالزيد هذا، صدق انه معور قلبي، ما يصدق على الله بس يطلع
ما يرد مبكر، ما يشبع من لحياته. انت ما تشوفينه صاير عسل؟ انا مسميه سلوق الفنطاس. على العموم لا تدرين بال، اللي تامرين انا اجيبه لك الحين. وي الله يواليك العافيه يا عبد الله، صدق انك عين السيح. الحين اعطيك بيزات وروح سوق السمك وجيب الايدام. الله يهداك عمتي، الطرشين زيد يجيب لنا ايدام، كل ما نطرش السوق يجيب لنا ايدام، يجيب لنا سلوس نفسه. على العموم لا تدرين بال، انا اروح سوق السمك واجيب لك احلى سمكه. امري ايش تبين؟ لا يا عبد الله، بيزاتك خلهم عندك وخذ هالبيزات وروح. الله يهداك عمتي، خيركم سابج، انا عندي خرده، اروح اجيب احلى خباطه حق عمي احمد واجي على طول. هوا